مرحبا بكم اعزائي متابعي ومتابعات قناه الشوف تي في. مرحبا بكم انا في البث المباشر هنا من تقليم مدينه الصويره. هنا اعلنت وزاره الصحه يوم الاثنين انه تم الى حدود الساعه 7 اصابات جديده بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات القليله الماضيه، ما يرفع العدد الكلي للمصابين في المغرب إلى 122 شخصا. وأعلنت الوزارة مساء أمس الأحد عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 115، تم تأكيدها بمعهد باستر بالمغرب والمختبر الوطني للإنفلونزا والفيروسات التنفسية بين المصابين 3 أشخاص. إذن للتذكير، أعلنت وزارة الصحة يومه الاثنين أنه تم إلى حدود الساعة تسجيل 7 حالات. وأعلنت وزارة الصحة مساء أمس أحد عن ارتفاع عدد الحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 115 حالة، تم تأكيدها بمعهد باستر المغرب والمختبر الوطني للإنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط ومختبر المستشفى العسكري. ويذكر أنه تم تسجيل 4 وفيات من بين المصابين بكورونا، فيما تم شفاء 3 أشخاص. إذا الإخوان، حاليا وصلنا ل 122 مصاب فيروس كورونا الإخوان. البارح كانت 115، دابا في هذه الساعات هذه الصباح الوزارة تعلن عن إصابة 122 إلى حدود هذه اللحظات اللي كنهضر معكم فيهم. إذا فلادمير تلبالة الإخوان، التزموا المنازل ديالكم الإخوان، تفادى الخروج، غسل اليدين، الحفاظ على المسافة بينك وبين الناس، الإخوان، ردوا البال الإخوان. إذا دمتم في رعاية الله وكنتمنى لكم بقية يوم في ظروف جيدة.